أستاذ أسامة صادق بيقول في حالة إني مش بستخدم معادلات، إيه الحل؟ والله هي المعادلات بتوفر على حضرتك كتير من الوقت، بس هي خلي بالك إن هي بتتقل شيتات الإكسل، ومع كتر الداتا أو الاستعمال، لو المشروع حجمه كبير شوية أو هيقعد فترة طويلة، لحد ما بتتقل الداتا دي. فإحنا بنعمل المعادلات علشان تسهل علينا، يعني أحسن ما تقعد تكتب بإيدك كل الكلام ده. أستاذ أحمد الشامي بيقول إن السامبل روم بتبقى مرجع لكل الناس، هي ما بتبقاش لكل الناس، هي بتبقى مرجع للاستشاري مش لكل الناس. أستاذ أحمد عبد الرحمن بيسأل ريفيجن اعتماد الماتيريال بيفرق معايا في إيه في دخول الماتيريال للموقع؟ ريفيجن اعتماد الماتيريال بيفرق معايا أنا إن الماتيريال دي أنهي واحدة فيهم أبروفد، لأن وارد إن أنت يبقى عندك مثلا 5 ريفيجنز هو معتمد منهم آخر واحدة، أو معتمد منهم 2 بس هم أخرانيين، إنما الباقيين كلهم مش معتمدين. فهو بيحدد لك الريفيجن المعتمد علشان حضرتك تقدر تتعامل مع الريفيجن المعتمد فقط، ما تعتمدش ما تتعاملش مع كل الريفيجنز الثانيه. استاذ محمد مكي بيقول الافضل بالنسبه للكورسبوندنس ان كامينج ومع اوت جوينج في شيت واحد. طبعا بيفضل كده، لان حضرتك لو حضرتك بتدور في اشي معينه عاوز تعرف ايه اللاست ستيتس بتاعتها، اخر حد رد عليها فيها ايه، حضرتك بتعمل فلتر على السبجكت، او ان انت بتبص على سبجكت معين، فهيبقى صعب عليك ان انت تتعامل في تو شيتس مع بعض، سهل جدا ان انت تتعامل في شيت واحد. اللوج بيضرب من الكتر المعادلات، هو احنا عشان كده بنقول ان احنا بنعمل المعادلات لما تكون مضطر بس ان انت تعمل معادله، يعني معادله على بتاعه التايم دي او بتاعه الاوفر ديو مهمه جدا ان انت تتعامل بيها، ما ينفعش لوج من غيرها، او اللوج مش هيبقى له اي قيمه من غير ما تتعامل بالمعادله دي. بس ممكن بقى تقلل الحاجات التانية، تقلل الألوان مثلا، تقلل الدروب ليست، الكلام ده ممكن ما تحتاجوش، بس يعني هتحاول بقدر الإمكان إن أنت في معادلة أو اتنين لازم يتعمل. أستاذ محمد سليم بيقول the required assignment format Excel، لا هنبقى محتاجين إن هو يكون Excel علشان نشوف المعادلات. تمام، في سؤال تاني معلش، سؤال أستاذ إسلام مش واضح، ممكن أعرف حضرتك في اللوج شيت؟ لا مش معلش سؤالك مش واضح، معلش ممكن تكرره تاني؟ ممكن الأستاذ محمد عبد المنعم بيقول إن في الكلاود ممكن يكون موجود على كلاود على شير، ممكن يكون موجود فعلا على كلاود، يسهل عليك كتير وبتعرف الناس تعرف إن هي تتعامل فيه. الشيرد احنا تملي بنحط الشيتات الإكسل بالذات لو فيها هايبر لينكس بنحطها في السيرفر على مكان شيرد لكل البروجكت، ومش بنغير مكانها، مش بنخلي حد ايديت عليها اصلا غير الدوكيمنت كنترول، فهي المفروض تبقى موجود في شيرد مكانها على السيرفر. فا استاذ محمد عباس بيقول ما هي الكورسبوندنس؟ الكورسبوندنس هي كل المراسلات بتاعت المشروع، اللي هي اللترز، الايميلز، الفاكسات، فهي بتعتبر كل المراسلات بتاعت المشروع، فدي حاجه كده زي اللترز او الجوابات. التاسك ان حضرتك تعمل لوج واحد، ايوه التاسك ان انت تعمل لوج واحد، لوج بتاع المراسلات، تحدد فيه بتقدر تعمل كنترول ازاي، بتعرف الاكشن عند مين، بتقدر تحدد الستاتس بتاع الدوكيومنتس ازاي، بتقدر تتراك الدوكيومنتس ازاي اذا كانت انترنال او اوترنال او اوتسايد. هل في داتا تساعد في حل الاساينمنت؟ الداتا اللي احنا خدناها هنا، بس انا مش هعمل شير سوري معلش مش هعمل شير للوج اللي احنا عملناه ده النهارده، هعمله شير ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله بعد ما تكونوا خلصتوا الاساينمنت. باذن الله واياكم ان شاء الله. هل الاجتماعات بيكون ليها لوج؟ الاجتماعات مش بيبقى لها لوج منفصل، بس الاجتماعات بتتبعت بلاترز بعد ما بيخلص الاجتماع لكل الاطراف اللي حضروا الاجتماع، فحضرتك ممكن تعمل تايب لللتر ده وبتكتب عليه ان هو مينتس اوف ميتنج مثلا، او ان هو ام او ام، علشان يبقى سهل على حضرتك ان انت تعمل تراك للمينتس اوف ميتنج دي. تمام؟
اللكتشر بتاع نمبر 5 هي اوريدي نزلت على الجروب ونزلت على الواتساب اي ثينك، فراجع الداتا بتاعت المكتبه بتاعت الجروب. اخر ميعاد تسليم الاساينمنت امتى؟ يوم الجمعه الساعه 12 بالليل. ماشي يا جماعه، حاولوا تعملوا اساينمنت بدري شويه، هو الاساينمنت مش هياخد منكم اكتر من 10 دقائق، حاولوا تعملوه بدري علشان يبقى عندك وقت للتعديل، لان انا الناس اللي لما بتيجي تطلب مني تعديل قبليها بيوم مثلا او حاجه، انا ما بلحقش ان انا اخلص الكم ده الكبير ده في وقت قليل. فحاولوا ما تزنقونيش يعني، الله يكرمكم، حاولوا انتوا تعملوه من بدري، بس انت لو عندك لو في حاجه هتتعدل تقدر ان انت تعدله فيها. استاذ شاذلي بيسأل على لوج الان سي ار، طبعا في لوج الان سي ار بس يعني انت المفروض انت مش بتتعامل فيه كتير، بس هو برضو نفس الكونسبت لو حضرتك طبقته على كده. في حاجه كمان احنا ما اتكلمناش على اللوجات بتاعت السايت انستراكشن ان سي ار، لان هي نفس الكونسبت اللي احنا بنتكلم فيه، احنا اتكلمنا على المين سبميتلز اللي احنا بنتعامل فيها يوميا. توضيح الاساينمنت تاني يا جماعه، الاساينمنت مطلوب لوك او ريجستر لوك للمراسلات الموجوده في مشروع ان واوت، وبتقدر حضرتك توضح فيها الكنترول، انت ازاي بتقدر ان انت تكنترول التاسك دي مع مين، او البيندنج ايتمز دي مع مين، وبتقدر ان حضرتك تعمل لها تراك اذا كانت بره ولا جوه، وبتقدر تحدد الحاجه دي بيندنج او اوت ستاندنج بقالها قد ايه. استاذ اسامه صادق اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا رب حضرتك تكوني بخير. الحمد لله. انا بس كان عندي توضيح ويعني واستفسار بخصوص الاساينمنت اللي حضرتك طلبتيه. تمام. دلوقتي يا فندم انا يعني بشتغل از دوكيمنت كنترولر في شركه، الشركه دي از اونر لبروجكت معين. يعني انا تمام. مش بتعامل مع الكورسبوندنسز سواء الان او الاوت كاستشاري او كمقاول. فالموضوع بالنسبه لي كليترز ان واوت بيختلف شويه عن الاستشاري او المقاول، ده اللي انا فهمته وبشكل كبير جدا خصوصا في المحاضره دي. ف ده هيرفلكت على الاساينمنت اللي حضرتك طالباه، يعني هيبقى في يعني في حاجات كتيره مش هتكون موجوده. يعني مثلا الايكويشنز اللي حضرتك قلتيها انا كده كده اوريدي ما ب يعني بشكل كبير جدا ما بستخدمهاش. عمليه التراكنج لمثلا لان كومينج او اوت جوينج ليتر مثلا بتختلف عندي بشكل معين، بيبقى كله عن طريق مثلا الايميل، مفيش تايم فريم معين محطوط لكل تاسك او كل ريكوست بيطلبها مثلا اونر لاوتيل او بروجكت معين جوه البروجكت. تمام. دكتور حضرتك معايا؟ سامع حضرتك معايا؟ ايوه تمام. يا فندم معلش انا اسف. لا ولا يهمك اتفضل. فهو اوريدي الاساينمنت هو كده كده اوريدي عندي، انا كده كده شغال على اكسل شيت واوريدي انا بعمل يعني زي داتا انتري وبعمل كل الاتريبيوتس اللي حضرتك قلتي عليها جوه الاكسل شيت ده، الديت والتايتل والديت اون دوكيمنت وراحت لمين ومين اللي ريسبونسبل عنها والكلام ده كله. بس حته تمام. الايكويت والتراكنج دي مش هتبقى طب انا موجوده عندي او بس سؤال بصراحه. صغير، هو حضرتك بتاخد معانا الكورس ليه؟ بمعنى حضرتك ايه؟ بتحضر معانا الكورس ليه؟ لا يعني لو حضرتك بتفكر ان انت مكمل في الشركه بتاعت حضرتك ومكمل فيها فور لايف تايم، ما بتفكرش في يوم من الايام ان انت تسيبها وتروح شركه تانيه؟ أكيد طبعا. تمام. انت بتاخد معانا الكورس عشان في تالنت تانيه حضرتك المفروض تتعلمها. تمام. أوكي. وفي سكيلز تانية احنا يعني انت مش شغال بيها، بس هي موجودة في يعني هي موجودة في الفيلد، بس حضرتك مش شغال بيها دلوقتي. يعني انا مثلا دلوقتي بالضبط. انا شغالة في مشروع دلوقتي بي ام مثلا، في أوكي. حاجات تانية انا ما بعملش الايكويشنز اللي انا بعملها مثلا في الماتيريال سبميتال والماتيريال ديليفر تو سايت والكلام ده كله، لان ده مش السكوب بتاعي دلوقتي، بس ممكن يبقى كمان سنة او سنتين ده السكوب بتاعي. هي دي البوينت، حضرتك بتاخد الكورس عشان تتعلم تالنت تانية او سكيلز تانية هي مش عندك او انت مش بتستعملها دلوقتي، بس انت الاساينمنت ده بيخليك تتاكد ان انت تعرف تعمل القصه دي، مش لازم تتعامل بيها ديلي بيزس دلوقتي انت شغال، بس ممكن تتعامل فيها بعدين. فاهمني؟ عشان كده احنا بنطلب ان تكون التاسك والاساينمنت بالطريقه دي.
عشان حضرتك يبقى عندك التالنت ويبقى عندك السكيلز الكافية ان انت يبقى عندك سيلف كونفيدنس انت تقدر تعمل القصة دي في اي وقت من الاوقات. فلو حضرتك بتفكر انت اوكي تطبقها دلوقتي هي مش هتفيدك بحاجة، ومش هيفيدك اصلا الكورس كله في حاجة. هو الكورس هيفيدك في ان انت لما تكون رايح مكان تاني كمانجيريال ليفل مثلا او او كاستشاري مثلا في شركة تانية، فده اللي ساعتها هتقدر تطبق اللي انت بتاخده دلوقتي. فاهمني؟ اوكي اوكي فيعني حضرتك حاول بس ان انت تعمل الايكويشنز دي حتى لو هي مش هتفيدك في شغلك دلوقتي. يعني زي مثلا البروسيس اللي احنا اخدناها الاسبوع اللي فات، هي مش هتفيدك في حاجه دلوقتي بس ممكن تفيدك قدام، بس ممكن تفيدك وانت بتعمل مثلا سيت اب لديبارتمنت في شركه تانيه كبيره. اوكي فاهمني؟ اوكي تمام يا فندم، بالتوفيق. شكرا شكرا. العفو، شكرا. طيب يا جماعة أشوفكم على خير إن شاء الله المحاضرة الجاية. أتمنى إن أنتوا تبعتوا لي assignment بدري. هحاول إن أنا أبعت لكم samples كده بسيطة لل assignment إن شاء الله خلال الأسبوع الجاي، بس أتمنى إن هو يتبعت يعني بدري عن المرة اللي فاتت. أشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.